أكد المحامي منير بن صالحة اليوم أن منوبه الفنان نور شيبة لا علاقة له بملف قضية حيازة كوكايين بنية الاستهلاك والترويج. وقال في هذا الإطار: نور شيبة كلفني بإنابته وأعلمته أنه لا داعي للهروب لأنه متأكد من براءته. وتنقلنا سوية إلى فرقة الحرس لبن عروس، وكل ما في الأمر أن رقم نور كان ضمن مكالمات شخص تعلقت به في القضية، فأصدر الحاكم التحقيق بطاقة الإيداع التي أرى أنه لا موجب لها. وأضاف: أطمئن محبي نور شيبة وزملائه وأعلمهم أنه بريء ولا علاقة له لا مسكا ولا ترويجا ولا استهلاكا. لكن محكمة الفيسبوك ظلمت منوبي وحولته إلى تاجر كوكايين، وهنالك حتى من ينادي بسحله، ونحن نثق في حاكم التحقيق لإزالة الشبهة وسيتم الإفراج عنه.